اسمي كفا عدنان التباني، عندي 3 بنات وصبي. شو عم بعمل صفات حتى اعمل الفرشه للاولاد؟ عم تساعدني ضرتي الزوجه الثانيه. ايه لجوزي عندي ولدين وبنت. شو بعمل؟ كل نار بالبيت. ايه بطبخ للاولاد، بحمم هون، انا ما بشتغل، بقبض تغذيه ومليون شي 5 ملايين الا بسجله عندهم، وشي ينطوا للاولاد بينطوني. انا ما رحت من جوز، ما رحت. ايه لما صار قاد الحرب جينا له، قاعد احضر لي ولضرتي. قرار ترحيل سوريين من اللقاع، هيدا القرار يعني اعتبر سابقة، ما كتير سمعنا بالسنوات الماضية بقرارات مشابهة. مين غطى هذا القرار سياسيا وأمنيا؟ أنا بس أعمل قرار، ما بسأل عن حدا، بنسق مع الجيش ومع القوى الأمنية، بس ما حدا أنه هو اللي بيغطي أو هو اللي بيقل لي أعمال أو شيء، لا هيدي شغلة معروفة عني. حتى ما حدا لا تلفن ولا اعترض ولا شيء. وبعدين ترحيل، حتى نكون كلام واضح شوي، ترحيل من خارج لبنان لخارج لبنان هو عمل الأمن العام، يختص بالأمن العام. نحن عم نقول لهم ما بدنا اياكم بالقاع، هن فلوا على سوريا، مثل ما فاتوا خلسي هربوا خلسي. خليني احكي معك ديموغرافيا، بنحكي اقتصاد. بالديموغرافيا نحن بضيعه المقيمين فيها هلا حوالي 4000 نسمه من اهل الاصليين مثل ما ذكرت لي، وعدد النازحين الموجودين يقارب 30,000. هيدا هاجسكم الاول او هو الموضوع الاقتصادي يلي فيه جدل؟ لانه انتم حتى كمان كبلده ببعض قطاعاتها مستفيده اليوم من وجود النازحين، كمان في ناس بتحاججك بهيدي النقطه. اليوم مرقنا على المدرسه اللي بيعلم فيها بالنهايه كمان هن اساتذه من جنسيه لبنانيه، وكمان عم يتقاضوا من المنظمات وغيرها. على سبيل المثال نفهم نازح انا انه شاب طلع بده يتجوز، ما قال له شيء بالشريعه وبالدين، حرين. بس انت اليوم ما فيك تجي انت ونازح هون وتسجل زيجاتك الثلاثة والأربعة، وانت ونازح بدك تتجوز مرة واثنين وثلاثة وأربعة، مرة واحدة فهمنا. طيب هودي قديش عم نجي؟ 15-16 ولد، 10-12، كيف هيك؟ بأي لوين بدنا نوصل نحن؟ هيدا عامل كتير أساسي إذا نحن طبقنا القانون كدولة لبنانية وكبلديات وكأجهزة أمنية وكلياتنا، نطبق القانون وما نقول نحن عنا مشاكل وعنا عدم إمكانيات. أنا برأيي قسم كبير من الناس بفلوا على بلادهم. ممنوع تشتغل إذا كنت نازح، وهذا رحنا رح نشتغله لو بده يكون في صعوبة شائعة علينا كبلدية. أنت ما لك حق تشتغل وتتشرط وتفرض على السهل وعلى المزارعين بعز الموسم أنا بدي هالقد وهالقد كعامل. اليوم المخيم اللي نحن فيه في ناس مزارعين من قبل الحرب مثل ما عرفنا، وفي نازحين. قد ايه نسبه اليوم المزارعين وقد ايه نسبه النازحين؟ قصدك انسى العمال الزراعيين، نحن عمال زراعيه على السهل المشاريع من عام 95. تمام، صارت ظروف الحرب بسوريا طبعا اكثر الناس سجلوا بالنازحين. يعني بدك تقولي مثل المخيم هلا 95% مسجل نازح ليستفيد من الامه، تمام، وبرضه بيشتغل بالزراعه. بتحكيني عن وضعك الاجتماعي لو سمحت؟ الوضع الاجتماعي بالمحصله انا عامل مثلي مثل اي عامل بهالمخيم، تمام، بالزراعه وغير الزراعه، ومتجوز، متزوج، عندي مرتين، عندي شي 10 اولاد. عندك 10 اولاد؟ ايه والحمد لله. بوجود زوجتين وعشرة أولاد كيف بيكون يعني مساعدة مفوضية اللاجئين لكم؟ يعني حسب أو الزيجة الأولى أو الزيجة الثانية كيف بيصير عملية المساعدة؟ هلا بالنسبة لموضوع الأمم كل حدا بيسجل بالمفوضية بيتقاضى مساعدة، يعني من خلق بياخذ شهادة ولادة وبيروح بيضيفه على الملف تبعه بالأمم بصير يتقاضى مثل أي حدا. وحضرتك مسجل الزوجتين بالأمم؟ هل مسموح انك تسجل الزوجتين؟ تمام مسموح. وليه سجلت وحده مش اثنين؟ ما ظروف الحديد هلا مسجلها، بس انه ما بعد ما اجى دور مقابله والى اخره. عم تجرب. قديش بتتقاضى زوجتك يعني من المفوضيه؟ شو المبلغ الشهري؟ تقريبا يقارب 5-6 ملايين ليره هيك شيء.
وفي مبالغ مخصصة للأولاد ولتعليمهم، مخصصات أخرى تيجي الجمعيات بتساعد صحيح، في للطلاب وفي للمرض وفي طبابة، في أشياء كثيرة نعم تقدم المفوضية صح. بخصوص العودة لسوريا بتفكر بالموضوع؟ 100% طبعا. اليوم شو أكتر إذا بدك تحديات بتلاقي عم بتعشوها اليوم، خاصة أنه أنتوا اليوم خلينا نحكي بصراحة في وجهة نظر عند المجتمع، عند جزء على الأقل من المجتمع اللبناني أنه النزوح تحول إلى عبء، هيدا الشيء عم بحطكم بموقف عم بتحسوا بصعوبة تجاه هيدا الواقع، النظرة لإلكم كيف عم بتكون؟ وكون معي صريح بهذا الموضوع. والله يا أنسة هلأ ما فيك تأخذ الناس على نفس السيستم تمام، هلأ في ناس يعني بتعاملنا كأنه إحنا أجانب أو ما شابه ذلك، في ناس لا والله، وخصوصي أهل الضيعة أهل القاع متعايشين نحن وهن ومتفاهمين وإلى آخره، ما في شيء اسمه عنصرية أبدا. الخطاب يلي عم تطلعوا فيه على الإعلام كتار بيشوفوا أنه في عنصرية تجاه لاجئين سوريين اجوا من بلدهم لظروف الحرب وغيرها، صحيح هلا مرئي انه الامور بطلت مثل قبل بسوريا، يعني خفت حد التوتر الامني، ولكن تقارير الامميه بتقول انه الارض هونيك غير صالحه بعد او ما فيهم ياكدوا امانه، فشو بتجاوب على موضوع العنصريه تحديدا؟ اول شيء بدي اذكر كل العالم والسوريين بالذات والمجتمع الدولي والمفوضية وكل العالم إن كانوا نسيوا، نحن هجمنا من 8 انتحاريين بال2016، بداية 8 انتحاريين هاجموا على ضيعتنا وحاولوا يقتلونا وحاولوا يهجرونا وحاولوا لين. الاتهام المباشر كان أنه سوريين، ولحد هلأ نحن كمان لا عرفنا شيء عن التحقيق ولا رح نعرف ولا عرفنا مين ولا عرفنا كيف، بس انه هن جنسيتهم سوريين. وقبلها ب 28 سنة ب 78 كمان صار عندنا مجزرة 15 شاب قتلوا ب 78 بذات التاريخ ثائبت ب 28 حزيران ب 27 حزيران كمان نفذها الجيش السوري. طيب نحن ولا مرة عملنا هيك عمل عدائي ضد السوريين كمواطنين ولا مرة، وهؤلاء السوريين موجودين إلا حالات فردية معينة، لا نحن قلنا الانتحاري مسؤول عن عمله هو مش شعبه مسؤول عنه، واتضمننا كثير مع الشعب السوري. كنت من شوي باجتماع مع الـ UNHCR ممثلتهم بالمنطقة، شو طلبت منها بشكل مباشر؟ اللي عم نطلبه منها عم نطلبه من كل الناس وعم نطلبه علنا، عم نقول هن اجوا نتيجة القرار اللي اخذنا نحن بإبعاد السوريين، ونحن رح نكفي فيه ونبعد اي حدا على شبهة واي حدا بده يوجع لنا راسنا، وما فرقاني معنا بقى صورة انه حقوق انسان وعنصرية وهالتفاصيل هيدي، نحن ما بقى فينا نكفي. بس كيف يعني مش فرقاني معنا حقوق الانسان؟ ما عم ننتهك حقوق الانسان، ما عم ننتهك. خطيره هالجمله لما تطلع من رئيس بلديه. ماشي الحال، نحن ما عم ننتهك حقوق الانسان، نحن صار لنا عمر عم ندافع عن حقوق الانسان وعم ندافع عن حريه الناس وعن حقوقهم بالعيش الكريم، بس وقت اللي بتوصل على حساب عيشنا ما حدا بقى، يعني ما انا بدنا نلطفها ونقول لك نحن مع ومع ومع، هذا حكي، نحن عم نقول لكم ما بقى نقدر نحمل. عارفيني عن حالك؟ واضحة سليمة أنت يا تيان. واضحة شو عندك أولاد؟ عندي 3 بنات وثلاث صبيان. قد إيه لك بمخيم القاع؟ في 5 سنين. وخبريني أكثر عن حياتكم اليومية، عن معيشتكم. ما بدها تسوي لنا شيء، ما نستلم غير من الأمور بس، لا مساعدات ولا شيء تجينا، يعني حتى حفوظات لهالولد المعاق ما بيجي. خلينا نحكي بالشهر، قد ايه بتحصلي من الامم؟ شو المبلغ اللي بتحصلي عليه من الامم؟ الشهر هذا 8 ملايين الشهر، قبلها 5، قبلها 4، هذا ما نحصل. وزوجك شو بيشتغل وقد ايه دخله الشهري؟ الشهر شي 6 ملايين مليونين حسب، يعني ما في شغل، يعني 5 دولار يعني. يعني عم تقولي انه المبلغ الاجمالي اللي انتو بتطلعوه كعائلة بين امم وبين شغل زوجك حوالي 13 مليون، يعني
حسب يعني حسب انه يكون بي شغل، واليوميات رخيصه ما بتسوي لنا شيء. الغالات الاسعار اليوم تروح تجيبين غنين تزيت حقها 800 900 ألف. انت من وين بسوريا وهل بتفكري بالعوده؟ لا انت ما جيتي باول الاحداث. لا انا جيت بالاحداث انه بيوتنا غادي تهدمت، ما عدنا شيء مكان غادي نرجع عليه، ما عدنا شيء بيت نقعد به، وين بدنا نرجع؟ خبريني عن منطقتك بسوريا لنفسر اكثر. تهدمت يعني كثير، الدير يقولوا له دير الزور. اللي عم بتقولي انت عندك رغبه ترجعي على سوريا، وانما دير الزور عم بتقولي المبنى اللي يعني اللي انتم فيه مهدم. ما عدنا شيء نروح نرجع عليه نسكن، ما في مكان نسكن به، وين بدنا نسكن هالعيلة؟ وين بدها تروح تشرشط بالشوارع؟ غير الأمم وعمل زوجك، هل قدي في دور لجمعيات كمان تانية عم بتساعدكم؟ لا ما بي ولا جمعية عمر مرة ساعدتنا ولا جمعية. شوفين هالولد أحجيله قاضب القاع. خبرينا عنه لابنك، عن حالته. عملية دهنية بظهره وسوينا وقت الأحداث، وشقوا سووا له فتحه بظهره مع عمليه بظهره، وبس سكروا الجرح، بس سكروا الجرح، اما ما يتحرك حتى السوالف ما بيسولف الا موبه. وفي مساعده عم بتكون مخصصه لإله؟ ما ساعدونا ولا عمر مره ساعدونا بشي له، ولا عمر مره ساعدونا له بشي. الامم ما ساعدوكي بحالته؟ ما ساعدونا ولا عمر مره، يعني الحسين نقصهم حتى واحد من الاشخاص شالوا، هذا عندي الوليد هذا صغير، وواحدة من البنات شالوها، يعني كنا 6 بالبطاقة.